اختصاصيو الساعات أو الساعاتيون كما يطلق عليهم، أصحاب مهنة قاربت على الانقراض وفقاً لخبراء المجال الذين يعتبرون صناعة الساعات الفاخرة ثقافة قائمة بحد ذاتها، معزيين غلاء أسعار هذه السلعة نسبياً إلى الوقت الذي تستغرقه صناعتها والمهارات الكبيرة التي يتطلبها ذلك. جداً صعب أنك تلاقي ساعاتية، لأنه بالسنة بالكوردور لوجري بالمدرسة مدرسة تعليم الساعات في سويسرا يقبلوا جداً كتير عدد قليل، بدها جداً تركيز، لأنه أقل ساعة من هالساعات اللي يفكوها ويرجعوا يركبوها أو يصلحوها تتألف بين 200 ل 700 قطعة. سوق الساعات، تشير الأرقام إلى أنها سوق آخذة في التنامي عالمياً وإقليمياً، حاملة معها اقتصاداً يدر على المنطقة مليارات الدولارات سنوياً، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً على قائمة الدول الأكثر استيراداً للساعات السويسرية وفقاً لإحصاءات الاتحاد السويسري لصناعة الساعات. نحن صناع ساعات مستقلين، نعمل في هذا المجال في سويسرا منذ 12 عاماً، نصمم ونصنع وننتج الساعات بأنفسنا. سوق الخليج يعتبر سوقاً هاماً جداً لنا، الناس هنا لديهم ثقافة عالية حول الساعات، أهم ما في مجالنا هو الترويج الجيد للعلامة التجارية وسط المنافسة الشديدة. هذا القطاع يبدو عصياً على الأزمات الاقتصادية المختلفة، على الرغم من كونه يشهد اضطرابات بين فترة وأخرى متأثراً بصناعة الساعات المقلدة والهزات التي يشهدها سعر صرف الروبل ما أثر على القدرة الشرائية للزبائن الروس والارتفاع في قيمة الفرنك السويسري وما خلفه ذلك من تأثير على تجار الساعات التي تعتبر سويسرا مقصداً أولاً لهم. شفنا اهتمام كبير من الرجال في الخليج في عالم الساعات، يبغون الأفضل، يبغون يعرفون، يبغون يتعلمون ليش هاي الساعة وليش مو بهذيك. طبعا الإعلان أهم شيء، وإنهم يوصلون للناس القصة من خلال المنتجات اللي هم عندهم إياها. الحين صاروا الناس يبغون يعرفون شو القصة من وراء البضاعة اللي بيشترونها قبل ما يعرفون أي شيء ثاني. الطلب الكبير هو المحرك الأساسي لهذه التجارة، ومن هنا تفوقت الإمارات في هذا الجانب، خاصة كونها وجهة سياحية مهمة على مستوى المنطقة، وخاصة فيما يعرف بسياحة التسوق، ما جعل حصة الدولة ترتفع في السوق العالمية للساعات السويسرية إلى 5.8% في عام 2015.